السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كي كنتي. حلقة جديدة، نجوم جداد، وخلال ساعة ديال المقالة غادي نتعرفوا عليهم كيفاش كانوا وكيفاش ولاو. مجموعة من الألعاب ومجموعة من المفاجآت كذلك مع يسار وصويلح، غادي نتعرفوا هذا الشيء كامل خلال ساعة المقالة. ما غاديش نطول عليكم مشاهدينا ونستقبلوا الفريقين اللي غادي يكونوا الضيوف ديالنا في هذه الحلقة هذه. والفريق الأول كيتكون من عبد الرحيم المنياري. أنا عبد الرحيم، مرحبا بك، مرحبا بك هشام، تفضل. ومع سي عبد الرحيم منياري جاتنا اليوم سعيدة شرف. سما سعيدة، مرحبا بك. وباش يكتمل الفريق غادي ناديو كاملين على خالد بناني. اهلا سي خالد، مرحبا، بارك الله عليكم. تفضل. الفريق الاول مشاهدينا هو هذا، الفريق الثاني فريق جاي عازم باش انه يدير الفرق في هذه الحلقه هذه، وغادي نناديو على اول عنصر واللي هو فدوى طالب. مرحبا بك. واليوم جانا بلا كرافاتا سليم بناني. وباش يكتمل الفريق غادي ناديو على حنان امجد. صباح حنان. صباح، مرحبا بك، تفضلي. مشاهدينا هادو هما الفريق اللي غادي نشوف فيهم في هذه الحلقه هذه. كنتمنى انها تكون اكيد غتكون حلقه متميزه، خليكم معنا، بزاف ديال المفاجات كيف ما قلت لكم مجدينها لكم، ومجموعه من الاسرار غادي نتعرفوا عليها مع النجوم ديالنا. يلا ما غاديش نطول عليكم ونتلاقاو من بعد هذه الوقفه القصيره. يلا مشاهدينا، اولا بغيت نشكر الضيوف ديالي، شكرا على تلبيتكم دعوه ديال البرنامج، ومرحبا بكم، فرحان بزاف لانكم عندي هنا في كي كنتي كي وليتي. عرفتي عندي جوج ديال المدارس، الجيل القديم والجيل الحديث. ايوا في النص يا خويا، انت في النص. ايوا خويا انا قديم. ياك، تبارك الله عليك. العين ما تعلاش على الحاجب، ولكن دابا شكون العين شكون الحاجب؟ لا هما الحاجب وانا العين. العين عمرها ما كتعلى على الحاجب. عرفتي كيفاش درتي سعيده دابا؟ الله يحفظك، تبارك الله عليك، الله يحفظها. يلا غادي نطلب منكم باش تركزوا معايا مزيان، لانني وجدت لكم واحد لي بورتري، واحد الصور اللي حاولنا اننا مع فريق العمل نختصروا المسار ديالكم. غادي نشوفوا ونرجعوا باش نهضروا على هذه القضيه، واخا؟ يلا نشاهدوا الصور ونرجعوا. عبد الرحيم المنياري تزاد في 1968 بالدار البيضاء. الموهبه ديال التمثيل بانت من الصغر، لدرجه بدا المسرح في 79 فاش كان عمره 11 عام. المغاربه تعرفوا عليه مزيان في برنامج وقائع من 93 حتى 98. من ديك الساعه هو بطل التلفزه المغربيه في الادوار الاجراميه، شارك في بزاف ديال لي سيت كوم والاعمال السينمائيه المتميزه بحال فيلم المنسيون اللي خول ليه يفوز بجائزه احسن ممثل في مهرجان روتردام بهولندا. اخر الاعمال ديالو مسرحيه العشق القادي، والواعره هي ان عبد الرحيم يقدر يولي رئيس دوله من بعد ما بان صور في الفلوس ديال المكسيك. خالد بناني من مواليد 1966 بمدينة تازة، تربى في عائلة فنية وارتبط بالموسيقى من صغره. غنى في البدايات ديالو أم كلثوم، فيروز، المشاهب وناس الغيوان. وخا كان مولوع بالموسيقى ما نساش القراية، خدا الباك في 82 ومشى قرا إدارة المقاولات في فرنسا. في 86 رجع للمغرب وصدر أول ألبوم حبيبة وجرحني. من بعد غيتبعوا مجموعة من الألبومات أشهرها ألبوم الغرام مانع وصعيب. المهم السي خالد مرتبط بالعائلة ديالو، غير هو كيخاف من مراته. حتى حاجة ما كنديرها بلا مراتي، ومن اعز ما عندي هو اللي مشيت نشري الحوايج ندي مراتي. والواعره اللي ما فراسكمش انه فايت سايق الطياره. سعيده شرف كيف ما كيعرف كل شيء، الاصول ديالها صحراويه، تزادت في طنطان وكبرت في العيون، عشقات الغناء والشعر من صغرها، درست الادب العربي ومن بعد الادب الاسباني، اشتغلت كمراسله للقناه الدوليه الاسبانيه الاولى في مجموعه من الدول العربيه. سنه 2008 صدرت اغنيه امانه اللي خلتها تحصل على لقب احسن اغنيه حسانيه ولقب جائزه فنانه السنه، وكتبقى اغنيه ماني اشهر اغانيها. السيده دابا مطلوبه على برا وكل شيء كيعرف قيمتها، غير هو اللي ما كتعرفوش على سعيده شرف ان البدايات ديالها كانت طربيه. ويلا لالا سمعينا شي حاجه اخرى.
يا سلام يا سلام يا سلام. كي جاتكم هذه الصور بعدا؟ انا اعتز باخي الاكبر لانه كتربطني بعلاقه كبيره وبأسرته وبزوجته وبأبنائه. والاخ المنياري كذلك اخ كبير كنعتز به بكبر مواقفه وكبر. سعيده نعم. دابا ما تبداش ديري لي خويا في عامره. اش بغيتي ندير لك؟ سمعتي بانه بديتي بالطرابي؟ سمعنا شي حاجه طرابيه يعني نيت طرابيه كاع. يلا داكشي اللي بديتي به. غنرجعوا شويه للور ونشوفوا سعيده كيفاش كانت كتغني في الاول. اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، اهلا وسهلا وشرفونا احبابنا. الجبلنا عالي جبلنا ومن دم العدا تراب وجبلنا. يا يوب الجبلنا عالي جبلنا ومن دم العدا تراب وجبلنا. على كنبهون نبهون ما بنترك جبلنا تراب المغرب اغلى من الدهاي. يا سلام يا سلام. هلي هو اللي لم لملوم اخ منك يا هشام. يا سلام تبارك الله عليك وخليكم في هذا الحماس وهذا الروح. عبد الرحيم المنياري كيف ما جا في الروبورتاج يعني ماشي البدايه مما بين الادوار اللي تميزتي فيها وانا شخصيا قلتها لك في الكواليس فاش كنت صغير خلعتينا بداك البيرسوناج ديال وقائع ديال مجنينه. واش الان واش الناس باقيين تيعيطوا لك مجنينه في الشارع ولا الناس نساو لانه لعبتي ادوار وحدين اخرين؟ لا الا كنتي لعبتي شي دور زوين وكيتو شي الناس في القلب ديالهم اكيد كيبقاو عاقلين عليه. غير اللي صعيب هو ملي كيعقلوا على ذاك الدور كيظنوا عبد الرحيم هو هذاك. ما كاينش شي مجنينه في سي عبد الرحيم؟ لا لا والو الحمد لله العكس تماما. تبارك الله عليك. من بعد ما شاهدنا الصور ديال الفريق الاول اكيد عندنا صور واحده اخرى ديال الفريق الثاني اللي اكيد غتكتشفوا فيها بزاف ديال الحوايج واكيد كتعرفوا بعضياتكم. فين تلاقيتوا؟ في دواء سليم وحنان؟ طبعا ياك. ولكن انا متاكد بانه كاينين شي حوايج ما كتعرفوهاش على بعضياتكم غنكتشفوها كاملين مع المشاهدين ديالنا من خلال هذه الصور هذه. فدوى طالب عميدة الفريق اليوم بنت الدار البيضاء اكتشفت فرصها الموهبة ديال التمثيل من الصغر ودخلت للكونسيرفاتوار باش تسقل الموهبة ديالها. قرات 4 سنين وما كملاتش حيت بداو كيجيوها عروض ديال الخدمة. المخرج حسن بن جلول الأب الروحي ديال فدوى كان أول واحد عطاها فرصة باش تمثل. اشتغلت معاه في فيلم المنسيون وأعمال أخرى. المهم فدوى دارت بزاف ديال الأعمال السينمائية. في 2013 الجمهور غيكتشفها في السيت كوم كنزة في الدوار في الموسم الأول والثاني ومن ديك الساعة والناس كيقولوا عليها مرات العطيس. في 2016 الجمهور غيشوف فدوى على الويب من خلال سلسلة بسارة أوفردوز اللي جبدت لها بزاف ديال الصداع بسبب شخصية كاتي اللي تقمصتها واللي بالنسبة لها شخصية كاين منها بزاف في المجتمع. سليم بناني تزاد سيادنا في 91 فاش كان صغير. الاب ديالو خالد بناني كان كيسمعوا كل انماط الموسيقى في العالم. غنى معاه فاش كان عمره 5 سنين ضمن الكورال اللي ادى اغنيه انا مزاوك. درس الموسيقى ومن بعد دخل يدرس هندسه الصوت قبل ما يدوز يقرا الاخراج. في واحد الوقت طاحت عليه فكره يدير بارودي سماها كرافاتا واللي دار ليها التوزيع والاخراج. البارودي حققت شهره ما كانش سليم كيتوقعها وفاش صدق البلان اسس مع اصحابه اللي شاركوا معاه في العمل مجموعه كرافاتا اللي بدات من ديك الساعه كتصنع الاسم ديالها وخرجت مجموعه من الاعمال اخرها وانا وانا. وانا اتالف في بالي راني قاع ما مسالي وهي تخوت كيف المجنونه قاع ناس الحومه سمعونا. حنان امجد بنت وزان من مواليد 1992 من الصغر ارتبطت بالموسيقى هادشي علاش دخلت المعهد باش تسقل الموهبه ديالها. دابا كتقرا في السنه الثامنه في المعهد وقريب تخرج. عندها ماستر بجامعه علوم التربيه بالرباط وخدامه على الدكتوره ديالها. حنان من المغربيات الاولين اللي بداو بالبودكاست. في 2013 دارت فيديوهات تربويه حول التعليم هادشي بطبيعه الحال من بعد ما دارت تكوين في مجال السمع البصري الحاجه اللي سمحت لها دير الاخراج الفيديوهات ديالها. حنان امجد كدير حتى لي كوفر اما لي بارودي ما كتساليش من الابداع فيهم. فاشلين ما قادروا نديروا والو اللي بغى يوصل خاص شاف يكون خالو. المهم سيدة متعددت المواهب ونهار بغات تغني بعقلها اختارت الاندلسي. من حبي في خير الورى الورى من حبي في خير الورى الورى محمد طبيب القلوب القلوب محمد طبيب. صور
اللي شاهدنا كتلخص شويه المسار ديال الفريق الثاني حنان وسليم وفدوى كتضحكي مالك عجبني هادشي عجبك هادشي ضحك عليا كنضحك على كلشي سليم كي جاك هاد الصور زوينه يا سلام كتزيد تبين لهم باللي حنا شربناش انا قد قد هشام بلاتي انا قد قد هشام الا كان هو شيخ انا شيخ الا كان قد شيخ من شيخ فعلا السيدة الشرف راه قالت لي والله نفس سنه والله ولكن يعجبني عجبني والله بالله زعما بالصحراء ويخرجت يعجبني انا في التسعينات يعني كلامي كان مضمون يا سلام خالد بناني بغيت نسولك واحد السؤال واش سليم مرضي؟ 98% جوج في المية جوج لا لا عايشة معنا جوج في المية انت هذيك كونفرونتاسيون تاع الاجيال اللي ضروري تصير على تصير على الاجيال ضروري كي كاين واحد الاخ دور انا وياك مرة كان حيت علاش انا ويا اصحاب بعدا كتلعبوا مع بعضياتكم من 17 سنة دنا السياسة اصحاب بزاف متقاربين بزاف مزيانة هذه القضية بزاف ما تصورهاش شنو كتلعبوا مثلا مع بعضياتكم؟ ماشي على اللعب انا ويا صحاب كنعاود له كل شيء في خبارو الصغيره والكبيره عليه كنفيق الصباح اي واحد كنمشي عنده هو نهضر معاه في اي حاجه نخرجوا نضحكوا دايوغ الناس راه كاع شحال من واحد ما كيعرفوش كنخرجوا في زنقه كاع ما يقول بان بالتعامل كيفاش كنتعاملوا بان الوالد ديالي ولا انا ولده الله يخليه لي كاينه منافسه ما بين خالد و فنيه ويلي 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 أزمة عند أزمة عند الاب هو يشوف ولده ناجح انا حياتي كلها نقدر نعطيها لولدي يا سلام يا سلام في يوم فكي كنتي كي وليتي انتم غادي تنافسوا غتلعبوا اول لعبه وانت من هذه الفرقه وسليم من هذه الفرقه وغادي نشوفوا شكون هو اللي غادي يربح لانه دابا غادي نلعبوا سكراتش مشاهدينا وصلنا اللعبه ديال سكراتش كيف ما كتشاهدوا غادي يشارك فيها خالد بناني ضد سليم بناني غادي نشوفوا واش سليم مرضي ولا لا ولكن شوف هذه لعبه واللي غيفوز بها غادي يخول الفريق ديالو انه يتقدم في هذه الحلقه هذه دونك غادي يكون مطلوب منهم كل واحد كيف ما كتلاحظوا عنده ان بانيي فيه بزاف ديال الكرات وهما لبسوا هاد لي كومبينيزون اللي كيلصقوا فيهم الكرات شحال ما لصقتي في الخصم ديالك انت اللي غادي تربح لاننا غنحسبوا في الاخر واش دين يلا ثلاثة جوج واحد توب لا ما تخ كنذكر بانه لاعبين نتوما في 90 ثانيه سليم تيبان ليا مكيس على خالد ايوا لا 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 خلي هذيك لا ستوب خلي لا لا خليها لا حيدها راه حيدها يلا لعب 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 نسى الوقت الله يرضي عليك يا وليدي صرف عليه لعب 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 بقى 30 ثانية اسمح لي اعطيه عشرة ثواني علي يلا علي عدل خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد ستوب تبارك الله عليكم يا سلام تبارك الله عليكم اجي معايا خالد واجي معايا سليم غادي نحسبوا راه حيد وحده بلاتي راه حيد وحده كنظن بانه سليم حيد وحده وتا خالد حيد وحده ياك دونك هز نقلبوا اش كاين دونك ها وحده سليم الله يكون الله يرضي عليك يا سليم جوج مرضي راه حنا متفقين جوج ديال النقاط وبالتالي عندهم 20 نقطة 10 نقاط على كل كرة غادي نشوفوا خالد واحد جوج جوج وحيد جوج هو لا وحده وحده 20 نقطة كذلك وبالتالي تعادل في هذه اللعبة الأولى شوف باش ما صافي تبارك الله عليكم يلا سير لبلاصتك مشاهدينا كانت هذه اللعبة ديال سكراتش واللي شاركوا فيها سليم بناني ضد خالد بناني والتعادل في هذه اللعبة هذه 20 نقطة لكل فريق
ولو انه شوف انا بان ليا خالد اللي كان مكيس على سليم ياك مكيس على سليم ومكيس على الدي جي كيبان لي ندير شي حاجه في المشكل في لا تكنيك كنت كنضرب وكنسينسير سليم لا هما راه كان غايجيبو فيا كله ولكن سليم شوف في الحنان شوف في الحنان عليه وعلى كنسكن سليم تيخرج مع هذوك عارف لي جوني يقدروا يصبروا بلا تكنيك لا المليار اش بان لك سليم كي كان في هذه اللعبه هذه لا والله العظيم الا من الجهد ديال با الجهد ديالو كان كيفيا لا 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 والله الا كان شي راه بحال هكا ماشي بحال عندك هكا تبارك الله عليكم اكيد كان هذا مثال على هذيك الهضره اللي قلنا في الاول بانكم صحاب وباين الانسجام بيناتكم الله يخليكم هكا دائما واكيد انكم اشتغلتوا مع بعضياتكم ياك بزاف ديال الاغاني اخر كنظن اخر اغنيه كانت بيناتكم نسى الهموم نسى الهموم نسى الكليب ان شاء الله نسى الكليب نسى الكليب نسى البارح شوف نسى البارح نسى البارح نسى الهموم وعيش اليوم غادي نسمعوها دابا مع دي جي ام باور نسى الهموم نسى الهموم ويلا نفرحوا يلا يلا نشكو يلا يلا نفرحوا يلا يلا نشكو يلا نسان سلموم ونسى البراء وعيش اليوم نسان سلموم ونسى البراء وعيش اليوم يا سلام يا سلام أغنية جميلة خفيفة تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحة وأكيد مجموعة من الأعمال اللي جاية ما بين خالد وسليم بناني حاجه بغيت نناقشها معكم والظاهره معنا لانه سليم وحنان تقريبا بنتو في انترنت قبل دابا بغينا نهضروا على هذه النقطه ديال الانترنت واش ولا مهم انه الواحد خصو ضروري يدوز من الانترنت باش يتشهر ولا عكس كيف ما كان شحال هذه ما كان لا انترنت لا والو كانت صعوبه باش توصل للجمهور بغينا نناقشوا هذه النقطه هذه كيفاش كتشوفوها نتوما وكيفاش كتشوفوها حتى نتوما كانت التلفازه وحده نعم كانت التلفازه وحده كانت التلفازه وحده كتبدا مع 6 كتسير 11 و4 11 و4 هادشي اللي كان هذاك الوقت كان بصعوبه كثيره باش توصل عند الجمهور باش يشوفوك باش يعرفوك بعاد باش يامنوا بك مي بور لانستون تيبان لي الا كان موهوب كيوصل دغيا شوف انا نقول لك واحد القضيه راه كاين حلاوه انت دابا حلاوه ديك الوقت ديك الوقت كنتي كتعب علاش باش تلقى الحب ديال الناس دابا الدراري الغالب نتاع اللي كيدير الانترنت اللي ما كينجحوش هما اللي باغيين يديروا البوز وينجحوا بالبوز او كينجحوا ويسرعوا ويزحيدوا اما راه كاينين هما الجيل اللي مورانا هما ناجحين وماشيين بثبات هيا هاد بنتنا صغيره سعيده شرف ربما تجيبت لواحد هو ولدي دابا كنحترم فيه انه ماشي بثبات ما باغيش لو بوز فعلا يسفي بليزير هو الانترنت فتح لكم المجال ولاني خص الانسان يكون يبقى كنقولوا نعطيو واحد المتلوح بلاني 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 بالكرياسيون ديالك صباح بديك لاكرياسيون ديالك مي رجيلات خليهم في الارض في خمس وضع مهم هذه المساله هذه سعيده شرف ربما تتمثل الاستثناء لانه سوى. هي في جيل ديال الانترنت وكل شيء ولكن كنلاحظ بانك ما عطياش الانترنت كل شيء انت تتامني بانه وصل للجمهور ديالك يلاه نط الانترنت انا فهمتي الانترنت لا علاش سعيده يلاه تال دابا لا ماشي يلاه نقول لك واحد المساله اول حاجه انا بديت الحمد لله بديت بواحد الباب كبير يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجمهور يعني بديت مع جون ميشيل جاغ وديع الصافي وائل جسار هادشي في الاخر ديال 2006 وفي السهره ديال راس السنه راك عارفينها 2007 2008 مباشره يعني بديت مباشره المهرجانات الحفلات لانه يمكن حنا على رؤوس الاصابع في هذا اللون ديالي فلقيت النجاح بدون انترنت بدون غير الحمد لله يعني دائما كاينه نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الناس يعني بفضل الجمهور أكيد فهمتيني فما كانش داعي كاع اصلا فالان كانت عاطب الان الانترنت اكثر الانستغرام دابا مهم الواحد يبقى مهم شبكه التواصل دابا بديت فيها اكثر وتواصلي مع الجمهور ومع كل شيء غيعطي واحد الطاقه اخرى ربما حتى انه يعني حتى فكره في افكار جديده بدات بحال الراب مثلا بالحسانيه وغادي ندوز عند فدوه مثلا بساره اوفر دوز اللي اكيد كشفوك فيها لي جون كاملين اللي الناس اللي كونيكتي تعرفوا فيك ولكن كيف ما قلنا في البورتري خلقت لك شويه المشاكل بيان سور كانت شويه قاصحه في الاول اوزي شويه
نعم، كيفاش عشتي انت هذاك بقيت بشويه حتى كل شيء في الاخر ولا فاهم، وحيتاش هو في الاول ماشي جابت لي المشاكل، هو في الاول كان بعض الناس ما فهموش. نعم. ما كيحسبش لهم ان اصلا هذا كونسيبت وهذيك سيون سيري ويب، كاين اللي كيحسب ليه باسكو تيلمون كيفاش تصورت واقعيه بزاف، كيحسب لهم انني انا درت الفيديو وكنقول داك الشيء زعما كاين من راسي سي با ان بيرسوناج. مي ابخي افيك لو طون الناس فهموا وعرفوا باللي هذاك راه غير بيرسوناج وانا لعبته بديك الطريقه، سوف كو جاهم شويه قاصح في الاول، مي ابخي سي الواقع. اكيد هذوك النماذج اللي كاينه كنشوفوها في المجتمع ديالنا. حنان امجد انت مثال كذلك ديال شابه اللي تدير لوتو برودكسيون، يعني كتنتجي لراسك واختاريتي الانتاج في القلب. الانتاج الانتاج في القلب، هو في القلب الحمد لله تبارك الله عليك. انت ما بين بزاف ديال الشباب اللي اختاروا يبانوا في انترنت، ما قلبتيش على فرصه في شي بلاصه واحده اخرى؟ لا خويا قلبت، قالك ما قلبتش. مهم هذه المساله هذه، دونك مشيتي قلبتي في حوايج اخرين. ايوا انا كنت كندير انا بديت 2013 كنت كندير ديك الساعه السنه الثانيه ماستر وساطه ثقافيه وتنشيط ثقافي، وكان خصني نبدا ببرنامج، وبديت ببرنامج تعليمي اللي انا قلت الا بغيت نكون انيماتريس مزيانه خصني نهضر في التخصص ديالي، فمشيت كندير فيديوهات على التربيه والتعليم بحكم انه التخصص ديالي، ولكن موازاه مع لافاك حيت كنت كندير الموسيقى مشيت في هادشي ديال لي بارودي، درت شي شويه لانتربريتاسيون، كانت عندي فرصه خدمت اشهار الى جانب رشيد رفيق، وزعما تماك حسيت حتى انا بواحد الفرق. الناس اللي كتشوفك في التلفازه كتعرفك بوحدها، هادوك ماشي ضروري كيجيو عندك انترنت باش يشوفوك، والناس اللي كيكونوا متبعينك في انترنت دائما كيشوفوا الجديد ديالك. اللي نقدر نقول كاضافه اللي قالوا صحابي هو انترنت سي فري في فرص، ولكن دابا خاصو التميز وخاصو الاستمراريه. نعم، لان مفتوح لكل شيء. فوالا الاستمراريه هي النجاح، والعكس النجاح ماشي الفشل والمغادره. دونك الا فهمنا غير زعما شنو كاين، شنو هو النجاح؟ انه استمراريه. الواحد اللي ما كيلاشيش صافي راه تتستمر، الناس كتدخل خاطرهم كيف ما كان الحال في الاخر. اول باغودي درتي هي انت باغيه راجل؟ انا باغا راجل. انت اللي باغيه راجل؟ مازال اخويا ما تيسراتش. لا ما كنهضرش نسمعك. الله يسهل عليك اختي، الله يسهل عليك. باقا صغيره. لا ما كنهضرش نسمعوا مقطع شويه من الباغودي الاولى ديالك اللي هي انت باغيه راجل. صح ضروري انا باغا راجل. عطينا غير مقطع شويه يلا من اي باغودي ديالك اللي درتي. كنموتوا عليك كيف قلتي لي قبيل، كتموتي عليا. شكرا. كنموتي عليك. نغني بصح باغودي ولا شي حاجه؟ ليش بك يا حنان، عطينا شي حاجه من داكشي اللي تديري، بغينا نعرفوا الناس. بغيت نغني نيشان انا حيت ديما كنغني طنزه، بغيت نغني اليوم نيشان. عافاك تفضلي. يا مالكا قلبي مقطع. روح ماكا روح ماكا من هذا العذاب، قلبي من الاشواق لاب، ليلي ظنا صبحي آسا، عيشي على الدنيا سراب، يا مالك أن عمري هل انتهى أمري، أخاف أن أمشي في ظلمتي وحدي في ظلمتي أسري يا مالك القلب. كنت محتاجة الباص. قرار قرار. يا سلام يا سلام، تبارك الله عليك حنان، ومسيرة موفقة. قرار قرار قرار. تبارك الله عليك. سليم سليم، كيف ما شاهدنا في البورتخي درتي الصوت وقريتي الإخراج كذلك، وتجربة ديال الكرافطة يعني لا باغودي ديال الكرافطه، انت كنتي وراء الكاميرا ودرتوها، وما كنتيش تايق بانه غادي يدير هذاك السكسي كامل اللي درتو الاغنيه، ما كنتيش عارف. قربنا شويه. ما كنتش انا كاع باغي نغني كاع في الاول، انا ما كنتش باغي نبان، كان كيعجبني ندير الموسيقى نكومبوزي نكتب الكلام وندير الاخراج. درت الاولى درنا غير باش كنقرا، كنت كنقرا مدرسه السينما. ولكن بلاتي اسمح لي، علاش ما كنتيش بغيتي تبان؟ واش ربما لانك حليتي عينك على خالد اللي هو كيبان ومعروف وهذا، وبالتالي ما بغيتيش تمشي في هذاك الاضواء اللي كيوقفوا ربما الناس، بغيتي تعيش حياه عاديه ولا لا؟ ماشي هادشي. انا ما كنعتبرش راسي كاع مغني، انا عمري ما بغيت نكون مغني، انا كيعجبني نصوب الموسيقى. نعم. نكومبوزي نكتب الكلام، ندير الالحان، ندير الاخراج، نعطي الافكار. ملي درنا الاولى انا كنت درنا باش نشوفوها صحابنا وعائلتنا، ما كناش اولين لا باغي لا شهره لا يعرفونا ناس لا
ملي خدمات قلنا علاش لا ناخذوا الامور بجديه، بدينا غادي كنطوروا دابا غايبان لك الحمد لله واحد شويه ديال التطور من الاول لدابا الاخر. وسمعت الهضره الوالد ديالي بنت وعجبني الحال. دابا من شوف دابا من الاخر، واش هذا الشيء فيه شي فلوس ولا لا؟ الحمد لله فيه البركه الحمد لله. انترنت لا نقول لك انا حسب النسبه ديال انترنت شويه حسب نسبه المشاهده واللي فيك. فدوه 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 سمعت الفلوس يبدا تشوف النجوم. مع هشام نقول لك هشام هشام الفلوس كاينين في العراس ياك فيستيفال سعيده شرف فيستيفال لي جون. انا كان لي جون كنحترم فيهم واحد القضيه صباره. دابا لي كرياتور دابا انا كنهضر في الصنفين في الانثى وفي الرجل صبارين. علاش؟ حتى اللي يدخلوا شي ريال باليوتيوب او مشي ايفينمون لا كيديروا ريانفيستيسمون في لوطو برودكسيون. انا ماشي صبارة. شوف لا انا كنديرهم شي بلا تخدموا على ولادنا، هما اللي كيديروا لوطو برودكسيون، هما كينتجوا من جيبهم. ولكن الوعر هو اللي مصور في الفلوس وساكت ما قال والو. صور في الفلوس ديال المكسيك عبد الرحيم ملياري. كيفاش هذيك الصوره هذه؟ انا تنتفاجئ بحالي بحال كاع الناس. كنت مريح تيصيفطوا لي الاصدقاء ديالي. نعم تيصيفطوا لي ذاك الفيديو كيصيفطوا لي ذاك الفلوس. تفاجأت انا ذاك السيد كيشبع ليا ولا كنشبع ليها. ما عمرك ما زرتي المكسيك؟ ما عمرني مشيت لها. عرفتي شوف بيسير ولكن عارف المكسيكيين بشكل اخر. وعيطت على واحد السيد قال لي بان هذاك السيد ان بانتر. نعم كيقولوا سيت ان ارتيست ما عنده علاقه بالسياسه، ما عنده علاقه بالسياسه ولكن ارتيست قديم ديالهم. وباش يكرموا داروا ليه تصويرته في الفلوس. التصويره ديالو في الفلوس يعني جاتني ولا كلشي كيقلب عليا شي باغي الفلوس لقيت فلوسين كل يوم على الخلعه. تبارك الله عليكم. يلا شوف دابا غادي ندوزوا غادي نشاهدوا من خلال واحد الصور واحدين اخرين اللي غادي نعرضوهم لكم دابا كيفاش كنا وكيفاش ولينا في الفن وانترنت وكيفاش كان الفنان شحال هذه وكيفاش ولا دابا. نشاهدوا ونرجعوا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. دوزام ياك حياتي واصحابكم كلهم تيجيو عندنا. هشام مسترار حميد الحضري وهذيك نسيم الحر غبرات مسكينه ما عرفتش فين شتات. احنا برنامج كي كنتي كيولي جي وجينا كانت الجيران ديالك قالوا لنا ان الانترنت بدل الحياه. 360 دار. كيفاش 360؟ الحياه ديالي زعما تبدلات 360 دار. وراء انا اول مغربي انجينيور انفورماتيك خدم مع لاناسا. لاناسا هذا المغرب. ولعائلتي. ممكن تشتري لنا كيفاش بديتي مع لاناسا؟ اخويا نعاودها لك بحال الخرافه. انا مني دخلت للمغرب اول حاجه درت شريت موضعين. بحال قلتي زغبني الله. شريت موضعين كونيكتي مع راسي وكذا تنسركل في جوجل تبان لي لا نازا عندهم واحد المشكل بروبليم ديالاش ديال واحد النيزك كيهدد كوكب الارض. شديت النمره التليفون عيطت باق للديريكتور ديال لا نازا. الله السلام عليكم معاك فلان. قال لي تحياتي. قلت لي عندي عطيتو الحل. وتصور باقي تندوي مع الديريكتور تنسمع التصافق والزغاريت والتصفار. الشعب كنقول لك نشط نشط نشط. قال لي دابا غتصيفط لنا هذا الشيء في البواط ايميل جي اوكس اكسبلوطاسيون ديال 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 البلو. ما تفهمش هذا الشيء اخو. قال لي قبل 12 يكون عندنا هذا الشيء. مشيت اخويا قلت لك كيما زغبني الله زرعت الموضعين في البي سي كونيكسيون ثقيله. قلت كنقول المرض 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 المرض. طفيت البي سي وعاود شعلته كونيكسيون ثقيله. عيطت للسيرفيس ابريفونت قلت لهم خويا راه كونيكسيون ثقيله كاين شي حل. قال لك طفي وعاود شعلو. يلا انت مرض. طفيت وعاود شعلته ما بغاش. وتصور باقي مضارب انا مع الموديم حتى تنسمع بوك نيزك ضرب في تكساس مشى تكساس كامل. من ذاك الوقت اخويا تغيرت الحياة ديالي. ولكن مثلا زعما هي تغيرت ايجابية ولا سلبية؟ نقدر نعطيها لك من زاوية أخرى. إيوا الإنترنت غير حياتي. كنتي كي وليتي
يلا مشاهدينا نواصلوا، كانت هذه صور ديال كيف كنا وكيف ولينا في يا ربي السلامة. مالو هذا؟ الشريف الشريف يا ياك لاباس عليا الدري. شكون الدري هذا؟ يا الدري واش منك يا طوله، واش منك يا تبوكيزه، واش منك يا زين؟ فين الدري هذا؟ فين جا؟ بيض بيض وكيدير شكون هذيك تعطوا في الزنقه كنخرجوا عليها هو دوا الزنقه. اه مسكين والله الله. واش ولدك هذا؟ ولدي ولدي طوله طوله نعاس ملي كينعس رجلي كنخرجوا معاه في الشرجه مدرب طويل الدري وزين. وفين جا فين؟ شكون عرف ما قال لكم والو؟ الدري باري ومربي مربي 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 عرفتي منين نكون خارج انا وياه في الزنقه اللي يلقاه يبوس لي على يده واللي يلقاه يبوس لي على راسه يلقى مراه هزه شي كفه يمشي يجري معاها راني نسرق خالتي. ودابا اش بغيتي يا الشريف؟ اش بغيتي دابا؟ وفين غنلقى واحد بحاله؟ وفين غنلقى واحد بحاله؟ صافي 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 الوالد. شوف غير قول لنا دابا الله يجازيك، احنا معاك غنستغلوا دوزيام وغنستغلوا كنا معاك، غير قول لنا نداء مثلا للناس هما الا تلاقاو معاه. عييت عييت بليزي انجلش شويه. جلس 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 اخويا جلس جلس. المهم هذا نداء الاخوان اللي الله يصبرك اللي شاف هذا الولي. اشنو سميتو؟ اشنو سميتو هذا الولي؟ ميمو ميمو اللي شاف كيعيطوا لي ميمو هو بريء مسكين. والله يصبرك. شوف ان شاء الله. اوكي عمي اش بيك؟ قول لي يا عم عم ليش عمي؟ شكون اللي مدر لك؟ شكون اللي مدر؟ شكون اللي تودر لك؟ ولدك مسكين ولا سمعتك كتبكي؟ ما مجوش. شكون اللي مدر؟ سمعت ولدك ميمو ميمو سمعتك كتبكي ميمو. واشريف وفين هو ميمو مدر ليك؟ مالك يا عمي مالك؟ فين عمو؟ قول يا عم 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 سبحان الله يا شريف سبحان الله. ما بقاش مدر لك الدري، تودرتي انت. ادير النداء ونخرج. لا ما كاين لا نداء لا والو، اخرج. المهم كنوجه نداء للناس اللي لقى ميمو اي اخذوا عيدي عيدي. صافي يا شريف صافي تبارك الله عليك الله يسمح لك. سيدة شرف جاب لك الله عم 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 ما تقوليش عم قولي لي عم عم قال شكون هذا ميمو. يلا تبارك الله عليكم، غادي نوصلوا غادي ندوزوا اللعبه المواليه. دابا غادي نلعب مع النجوم ديالي من صغير لكبير. مشاهدينا وصلنا للعبه ديال من صغير لكبير، واول مشاركه غتشارك في هذه اللعبه هذه هي فدوى من الفريق الثاني. غادي نشوفوا واش غتوفق انها ترتب هاد الصور اللي قدامها في 90 ثانيه. فدوى عندك 90 ثانيه خصك تكوني سريعه وغترتبي هاد الصور. بغيت فقط نفكرك بانه في اي لحظه بغيتي تعرفي شحال ديال الاجوبه صحيحه عندك غتجي تدقي هذا الجرس وانا غنقول لك شحال ديال الاجوبه عندك صحيحه. متفقين؟ نبداو؟ يلا 3 2 1 توب. لطيفة رأفت. رشيد الوالي. عبد الرحيم السويري. ستاتي عبد العزيز. سميرة سعيد. حسن الفد. محمد خويي. هادو هما الصور ديال الفنانة اللي كنوجهو لهم تحية كبيرة. ويكون مطلوب منك باش ترتبيهم من صغير لكبير. لا 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 لا. ها؟ فدوى ديري سميرة سعيد وقال. لا لا لا. حاولي تكوني سريعة فدوى. لا. أي 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 أي. عتقوني يا الدراري. سير سير ديري الصواري الصواري مورا. ياك. الصواري الفد. الفت سكشي سكشي يا سعيد سكشي. لا 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 رشيد ولطيف. ديري الجرس صوني ديك الجرس. سواري عنده 80. لا لا 80 عام. شحال فدوى عندك جوج ديال الاجوبه صحيحه. حي قلبي هذوك. لا لا قلبي سامي. اسكت 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 اسكت. سميرة سعيد هي الاول. سميرة سعيد
صون الجرس لطيف. شوفي حسن الفضاء لطيف رأفت. عندك جواب واحد صحيح. مشى شغل ندير عشقي حنان. ما يمكنش عندك جواب واحد صحيح هو ديال سميرة سعيد. وراء شوفي ممتل ممتل. لا 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 تيلي تيلي هذا تيلي. كيفاش خويا ولا خال؟ تما تما ما يمكنش. واش من الكبير والصغير ياك؟ شوفي وما يمكنش تاتي صغر من لطيفة رأفت. لا 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 فدوى 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 ركزي فدوى لطيفة رأفت بلاصة حسن خمسة أربعة ممتل ممتل ثلاثة جوج واحد ستوب 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 ستوب. انتهى الوقت انتهى الوقت. وغادي نرتبوهم دابا غادي نرتبوهم. واصغر عنصر في هذا الشيء كامل هي الفنانة ديالنا اللي كنحييوها لطيفة رأفت. وي داكوغ هي الصغيرة. التاريخ الجديد ديال لطيفة رأفت هو 62 عندها 54 عام. يا ربي سمحي لنا سمحي لنا سمحي لنا بزاف الفنانة لطيفة رأفت والله. واش كتظني بأنه رشيد الوالي صغر من حسن الفد؟ ما عاونونيش الدراري. فعلا رشيد الوالي هو الثاني صغر من حسن. يعني هي حتى هو 54 سنة والفرق بينه وبين لطيفة رأفت شهورة. حسن الفد في بلاصتو هو الشيء مرتاح داير يدي على مرتاح. فوالا ستاتي هو الرابع بلاصتو تالي في بلاصتو. جواب صحيح. سويري سويري من اصعب الفنانين باش تعرف ما قدرتش نقدر ليه. شحال كتقولي عنده مثلا؟ سولوني انا خويا 60 يلا 50 سويري شكون قال يلا 60 62 62 60 عام 60 عام. جواب صحيح 60 عام. ولكن سويري هو الكبير في هادو كاملين. ناري يعني غنحطوه هنايا. اخيي محمد اخيي هو الخامس كبر من ستاتي وكان هنا في الاول شتي. وبالتالي سميره سعيد هنا هي السادسه اللي كانوا جوا لها تحيه كبيره. هذا هو الترتيب الصحيح ديال الفنانه ديالنا. وبالتالي فدوى تمكنتي انك تجاوبي على جوج ديال الاجوبه صحيحه اللي هما حسن الفد وستاتي. وبالتالي حصلتي على 20 نقطه. برافو عليك. غادي نستقبلوا الفريق الثاني اللي غادي يكون عندهم واحد التحدي واحد اخر. غادي نشوفوا واش غادي توفقوا انهم يجاوبوا اكثر من جوج ديال الاجوبه صحيحه. يلا من بعد هذه الوقفه القصيره. مشاهدينا سعيدة شرف هي الثاني مشاركة غتشارك من الفريق ديالها في هذا التحدي هذا. ولكن أكيد بدلنا لهم الصور لأنه ماشي نفس الصور اللي عندهم. سعيدة غادي يكون مطلوب منك. خلينا في المغنيين. لا ولا خلينا في المغنيين. أنت أكيد غتستفيهم بالزربة عند الحالة المدنية ديال الفنانة كاملين. سعيدة غادي يكون مطلوب منك باش تستفي هاد الصور اللي غنخليك تكتشفيهم. تفضلي. ما تصعبوش عليا. لا ما غاديش نصعبوا عليك. وكيف ما قلت الفدوى في اي لحظه ممكن ترني الجرس باش تعرفي على شحال ديال الاجوبه صحيحه عندك. يلا سعيده شرف عندك صور ديال اكبر المشاريع اللي عرفها المغرب خلال هاد العشر سنوات تقريبا الاخيره. غادي يكون مطلوب منك باش تستفيهم من اقدم مشروع حتى لاخر مشروع حتى لاجدد مشروع. اكيد بانه المشاريع معروفه وتختبروا قرايتي. غير تركزي. يلا ثلاثه جوج واحد ستوب. شنو ندير دابا؟ تفضلي ورينا. غتحطيهم ومن بعد تستفيهم. يلا بلاتي نشوف شنو هاد الشيء هذا بعد ما عارفك حتىش. يلا واش من الاول حتى الاخير ولا شنو؟ من جديد. انا علاش القديم الجديد غيمشي لي الوقت. انا غيمشي لي الوقت. ياي تاخذ مزيان تاخذ مزيان زيد اوف. يلا يلا هادو هما الصور اللي عندك. سبعه ديال المشاريع كبيره اللي عرفها المغرب في هذه السنوات الاخيره. غادي يكون مطلوب منك. انا عارفه الاخر لانه شفتها البارح. هذا الاخر. انا راهو بناني ليش كتقول لا غير خليه هذا تاع الريح تاع الريح واش هي الاولى
الاخرى اللي مع جلبه اللي مع جلبه اللي حداها هي الاولى هي الخدمه. ويلي 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 على سعيده. شنو هادي؟ غير شنو هادي؟ كازا فور هادي سعيده تلفتوني وغير هادي هادي الاخرى الاخرى عفاكم خلوني نركز اللي حداها هي الاولى هذيك الاولى دير الاولى دير الاولى الاولى غير خلوني نركز ديما في طنجه وفي طنجه هذه هي الاولى هذيك الان شنو هادي؟ سعيدة قطيع هادي شنو طنجة؟ دير هذيك الأولى حط الأولى هنا القديم هنا حط الأولى هادي شنو هادي؟ هذيك طونجيميد يا سعيدة طونجيميد الأخرى قبل منها سعيدة عفاكم غير خلوني الله يخليك قبل منها سعيدة قبل منها ما حطت نور الطاقة الشمسية شوفي الطاقة الريح الأولى الريح هي الأولى الريح هي الأولى عندك ثلاثة ديال الأجوبة صحيحة كملي 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 سكتوا سكتوا يلا كملي بوحدك هادي شنو هادي؟ ورينا حلنتي شنو هادي شنو هادي؟ كازابور كازابور قلتها لك ثاني مرة كازابور هي هنا قبل الخنطرة كازابور هنايا الطاقة الشمسية بلاتي 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 هادي شنو هادي؟ الرباط غادي قبل قبل من قلب قبل سعيدة هذاك قبل من كازابور بقى 15 ثانية ولحد الآن عندك أربعة ديال الأجوبة صحيحة الطاقة الشمسية ديري التالية 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 شنو هادي؟ خمسة ديال الأجوبة صحيحة بارك عليك خليها تعرف بارك مزيان خمسة غتعور يا صافي قبل بقات لك خمسة ديال الثواني سعيدة شرف صافي سي بون سي بون سي بون سعيدة أربعة ثلاثة جوج واحد وهذا هو جرس النهاية انتهى الوقت وتبارك الله عليك سعيدة شرف وهذا هو الترتيب النهائي اللي توصلتي ليه غادي نشوفوا شحال من جواب عندك صحيح في المرتبة الأولى حطيتي صورة ديال طنجيميد الميناء المتوسطي والجواب صحيح برافو عليك واحد الصورة الثانية حطيتي هذه الصورة هذه اللي هي ديال ظهر سعدان حركات الهوائية أكبر محطة ديال توليد الطاقة الريحية حطيتيها في المرتبة الثانية جواب خطأ لأنه لوطوروت ديال مراكش أكادير قبل منها بالتالي غادي نحطوها هنا مشيتوني بيناتهم أربع شهور فقط ديال الوقت والمحطة هنا بالنسبة للصورة ديال التراموي ديال الرباط الترتيب ديالها صحيح برافو عليك ثاني جواب صحيح كازا بور اكيد تعاودات المحطه ديال الدار البيضاء في 2014 من مورا نعم. ترامواي ديال الرباط محطه نور لتوليد الطاقه الشمسيه ورزازات كانت هي الاخيره ورزازات تبارك نعم. الله عليك عارفه على سلامتك صحفيه هي هذه في بلاصتها وقنطره محمد السادس جواب صحيح يعني سعيدة شرف كتمكن هي والفريق ديالها باش يجاوبوا على خمسة ديال الاجوبه بالتالي عندكم 50 نقطه برافو عليك ثقافيه علي 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 سعيدة 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 شرف شوف انا تعمدت انني نخليك تشاركي في هذا التحدي هذا باش نختبر المعلومات ديالك لانك انت كنتي صحفيه في القناه الاسبانيه كنت كاذب عليك زعما ولا لا ماشي حنا تاكدنا في القناه الاسبانيه ولكن انا بغيت نزيد نتاكد معاك لانه دابا غندير لك واحد تيست ديالاش مراسله بالاسبانيه باش نشوف بعيني وانا غنعاونك غندير لك الكاميرامان وغنتخيلوا راسنا يلا غادي اش غنديروا مراسله على اش مراسله لا لا على هذه المشاريع مثلا هضر لنا عليهم بانه كيفاش وهذا الشيء وهذا يلا ولكن شوف ما تخافيش راه ابلا اسبانيول موي بيان يعني تخمخي علينا ولا شي حاجه راه يلا واجده سعيده وانا غنصورك دونك هيا الكاميرا كورلاس بوخاريس ثلاثه جوج واحد Hola, muy buenas tardes desde Casablanca. Son muy contentos hoy. Un saludo tan fuerte a la gente que nos ve a la televisión. Entonces, hoy tenemos muchos, o siete proyectos. Tenemos, como se llama el... 50 نقطه في هذه اللعبه هذه يا اختي برافو عليك الله يعطيك الصحه مشاهدينا كانت هذه لعبات من الصغير للكبير شاركوا فيها الفريقين بجوج فدوه من الفريق الثاني وسعيدة شرف من الفريق الاول اللي فاز بها ب 50 نقطه هو الفريق ديال خالد بناني سعيدة شرف وعبد الرحيم المنياري فدوه وسليم وحنان حصلوا فقط على 20 نقطه بالتالي كيبقى الفريق متقدم ب 70 نقطة مقابل 40 نقطة. احنا جايين احنا جايين. تبارك الله عليكم، نواصلوا ونلعبوا الآن. يا أهلا أهلا. مرحبا. اش كدير؟ اش كدير؟
اش كدير؟ واش كنلعب؟ اش كتلعب واش تهدي؟ عمي انت مجرم ديما تيشدو في الكبازة. اش كتلعب؟ اولدي انا والله الاجيل هنا تا بعد مني خليني حدا خالتي خلي ندير ندير لي هزي مامي اش كدير هذا؟ واش انتم؟ وينو؟ عمي هاك عندك تقتلني بحال التلفاز هاك وينو؟ شتو مالك مجاوريني ديما الحال انا انا هربت من الدار جيت هنا وبغيت نبقى نلعب معاكم انتم صافي ساعدي 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 ولد ولد السيد ديال قبيله سمي ولد عمي ولد عم عم ولد عمي خذ يا عمي خذ يا عمتي خذ عطيني عصره الله يحفظك عطيني عصره دريات عطيني عصره بشيو بشيو اش كدير انت هنا وسط الدريات اش كدير وسط الدريات ناض 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 يلا بحالك ناض ناض اجي ولدي اولدي 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 الله يرضي عليك شنو كدير انت هنا لمن هربتي فينا وباك فينا انا هربت لبابا حيت كيبقى يسخرني بزاف اها صافي وجيت ناض حتى الدريات نتايا مالي انت تحبني ما شفتكش كيجلس حدا الدريات وفين كاين بابا كيلعب دابا ما عرفتش واش هربت ليه شوفي جاتني غني ليا المعفر تعفر بشويه الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك غني عليا بلونك لا تتغني ها هو مشاهدك هاته تؤثر فينا فينا مشاعرك ميمو هو بابا عمي 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 نحن سعادة كيفاش ما كتعرفوش على ماشي ولدك هذا واش هذا ولدك ولا لا؟ ولدي شهاب انا ولدي شهاب ولدك شهاب؟ ولدي شهاب ولدي شهاب وهذا راه وقيلا كان شهاب عمي لقيتي ولدك عمي عفودو صاف صاف يا هذا هو كي كنتي كي وليتي المفاجآت دائما دابا مشاهدينا غادي ندوزو اللعبة الموالية غادي يشارك فيها عبد الرحيم المنياري ضد حنان امجد وغادي نلعبوا دابا ماركي على راسك مشاهدينا وصلنا للعبه ماركي على راسك غادي يشاركوا فيها من الفريق الاول عبد الرحيم المنياري ومن الفريق الثاني حنان امجد كيف ما كتلاحظوا كل واحد عنده هاد السليله فوق راسه وغادي نعطيهم مجموعه من الكرات غادي يكون مطلوب منكم في 90 ثانيه باش تماركيوا اكبر قدر ديال الكرات متفقين تفضلي حنان عبد الرحيم ونبداو يلا ثلاثة جوج واحد توب لا ما تل... لا غير تنشوف لحد الآن صفر نقطة لكل واحد تركيز مطلوب ملياري كيلو ثلاثة في خطرة خاصك تبقى نقلب عليها حطي راسك قدام شوية كنتي قريب شوية ملياري قرر راسك حضري راسك زيان ما تحرك هكا هكا شوف هكا 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 راه يمكن 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 هاي حطي راسك لا لا ما تلور ما تلور فوق فوق لا لا فريمون يلا حنان يلا حاولي يا حنان قاعده تصاوب بزغبك سوي يا اختي غطيح لي يا سعيده ويلي طيح تبارك العب 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 مرياري عندك مرياري كيسجل وحده حنان يلا خمسة الوقت خمسة أربعة حاولوا ثلاثة زوج واحد ربحنا ستوب 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 برافو المنياري وعبد الرحيم المنياري هو اللي كيفوز بهذه اللعبة هذه بالهدف الوحيد كيف ما كتلاحظوا مشاهدينا الفريق اللي فاز في هذه اللعبة هذه هو الفريق ديال عبد الرحيم المنياري سعيدة شرف وخالد بناني أكدوا الفوز ديالهم ب 100 نقطة مقابل 40 نقطة لحنان أمجد سليم
وفدوا طالب. دابا مشاهدينا جا الوقت اللي غادي ندوزوا الفقره واحده اخرى غادي نكتشفوا فيها موهبه من المواهب كيف ما كتعرفوا في كي كنتي كي وليتي هو فضاء وفرصه للشباب اللي بغاو يبينوا الموهبه ديالهم. واليوم حاضر معنا واحد الشاب اللي غنطلب منكم نتوما الجمهور اللي حاضر معنا باش تشجعوه مزيان غادي تستقبلوا معايا كاملين احمد طلس. السلام عليكم. كنحمد الله وكنشكرو على نعمة التليبيطاريت سي حي اي لي سيليباتور معنا. شوفوا واحد النوع ديال لو كوب اللي كتلقاها انفو كيريح في القهوه كيجبد معاه بكيده السجائر من نوع الفاخر مع بثلاثه السجائر من نوع الحقير تيريح تيحط هذيك الباكيه ما معباش تليفونه ومعبأ صاحبته بالقرض تيبدا عليها. دونك دابا الشركه اللي كنت فيها باسكو الكونسوماسيون دال لاني بروشين ورا الخلق ما عندوش. كاين واحد النوع اللي كيريح في لاطيراس الفوق هادو على قبلهم زادو 3 درهم ديال الكونسوماسيون صعب 3 درهم راه داروا واحد السيرفور مابقاش كيهبط لتحت ولا حاد ديال الاجواء. اللي حصلك كتقول يقدر يسقطك. انا اللي كيسالي معايا هو اللي مني كيريح هو كيتناقل مع صاحبته راه داك التليفون قلبو دابا شو هذا دابا عطيني داك التليفون قلبو صافي. كنت تاخذ من عنده التليفون كيبدا عادي المور كومون مون سيف بياج بوزنيقه هشام دوزان ياك اسيدي صاحب هشام دوزان احد اصدقائك خويا هشام. كاين واحد النوع اللي ما عجبش عليه المشاكل كتلقاه فنان كيمشي للسينما كريح كتلقاه كتفرج في الفيلم هو كيتفرج فيه هي هي كتقول البطل اللي عنده جوج اوسكار وتقول البطل اللي حداك خلص جوج شيكيات بالله شي حل. كاين واحد النوع ديال الدراري تاهو كتلقاه حنين كيبغي تنجح في الباك باش تضرب معاه 3 سنين اخرى ديال لافاك حيت لما نجحتش في الباك غتقول ليه جي للدار وجيب باباك. انا تيبان ليا الحل ديال هادشي كامل هو الزواج بشرط تكونوا جامعين في الطلاق. شكرا احمد طلس بارك الله عليك احمد. احمد طلس عليه بارك الله عليك احمد برافو. يلا مشاهدينا غادي ندوزوا الان لواحد الفقره اللي صراحه كتعجبني بزاف لانها كنخرجوا من خلالها خبيرات من عند الفنانة ديالنا. دابا غادي نلعبو كاملين لا كي كنتي كي كنتي كي كنتي كي وليتي. نبداو بأول سؤال، واش عمرك عطيتي شي تصريح وندمتي عليه؟ لا خالد بناني كيفكر. أمجد لا لا لا. سعيدة شرف قالت الإنسان ملي كيكون في البداية ديالو كيقدر يوقع في زلة وكل ابن آدم خطأ، فكان واحد الحاجه اللي هي مست واحد الانسان اخر ربما درته فاعتذرت له هو شخصيا واعتذرت من جمهوري وكنعتذر دابا مره اخرى. انا ولا بغيت ندير شي حاجه خاصني حتى نفكر فيها 100 نوبه عاد نديرها اعتراف الحق فضيله. حنان شنو هو التصريح؟ انا اللي كان شويه ديرونجو هو تقطع كان على اسمي الفني وانا اصلا قلت بانه زعما لا داعي للسؤال، قلتها للطاقم اللي كان معايا وللصحفي قلت لهم لا داعي للسؤال، ولكن من بعد واخا هكاك شرحت وتقطع ذاك المقطع بالضبط اللي انا كان عندي اعتراض عليه وتنشر بوحده وعاد نشرت المقابله كامله يعني. وهذا تصرف، انا اتصلت بالجهه المعنيه بالامر وحذفت المقطع باش ما نطيحش راسي في سوء فهم ولا مشاكل. تبارك الله عليك. يلا واش سؤال ثاني، واش كاين شي واحد في الدومين ديالك ولا في المجال الفني كتحس به انت بانه كيحاربك؟ من ياري ما تيفكرش لا. خالد كياكد على ما كرهش نعطيه اربعه ديال اربعه نزيدو وانا نزيد واحد خالد. خوك في الحرفه هذوك وبزاف الناس ما كيعرفوش بان راك في الحرفه، هذاك هو اللي غادي تستافد منه سي كيتسمى لو بارتاج كيف كندير انا وسعيده واللي كيعزاز علينا بعضياتنا. دوك ما كنجبرش مشكل مع الناس اللي شويه اوبن مايند. بعدا غنقطع غنبغي نسمع احسن تصفيق على الاستاذ خالد بناني. قولوا لي علاش واحد المره ما جاش الباتور هو اللي عزف معايا الباتري، هو اللي دار الباتري شخصيا. يا سلام. لا حفظك
هذه حاجه كبيره. هذه واحد الحفله هذه اللي كنقول لخوك واحد الحفله الموسيقيين ما بغاوش يطلعوا يعني البعض ما طلعوش خدموا وانا وانا تصدرت الباتري وانا الباتري بس كنضرب في 980 قالوا باش نهيه باش نهز بها ما نخليش بلا باتري دخلت الباتري ومني كملت هي الجو ولا عندي هذوك المخاطر المعمرين اللي كيتعمروا كيدخلوا ديك الجديدات ديال الناس شحال ما درت الباكيت وضربتها من قلبي. تبارك الله عليك المنياري ما كتحس حتى واحد كيحاربك. لا ولله الحمد ياك بسم الله والله لا معقول هو في الاجرام في الاجرام بوحده الانسان اللي كان في الميدان الفني ديالو كيخصو يامن بالقدرات ديالو ويامن بشنو عنده والكمال على الله لان اللي غيحاربك هو نفسك ما خصكش تكون مغرور بزاف ما خصكش تهز بزاف لا وهذه وجهه نظر بيان سور يعني الانسان اذا كان كيقدر انه يثبت نفسه مع نفسه كنظن ان كل شيء غادي يولي عنده سهل. شكرا سي عبد الرحيم وغادي ندوزو للسؤال الموالي. واش عمرك بتي في الزنقه؟ صافا ديرو شدت عليك مراتك البال؟ لا بتي في الزنقه ما عرفتش ظروف او لاخرى لاي سبب شدات عليك ما شداتش عليك ما عندكش باش فلوس تعطلتي في شي بلاصه كيفاش مع الزنقه؟ زنقه زنقه زعما زنقه زنقه ما جبرتيش فين تبات ماشي دار ماشي اوتيل ماشي عند صاحبك في الزنقه في دواءه سليم كيفاش نص نص قلتي ما بين الزنقه وداخل شنو هذا طنوبيل طنوبيل منياري منياري قال لا في كل شيء دابا ما كرهناكش تعاود لينا. لا هي فتره من الفترات الجميله ملي كتكون عندك 23 24 25 26 في العمر ديالك كتبغي تجرب الحلاوه ديال انك تبقى سهران مع الاصدقاء ومني كتخرج كتلقى بان الوقت مشى ما يمكنش لك تطلع للدار تدق على الحاجه ولا على الحاج ولا غادي تولي في حاله عاوتاني اخرى فيلم اخر فبالتالي كتفضل انك تبقى كتسكع في المدن الجميله في الشوارع الجميله ديال المدينه تتعمر الله بالصباح عرفتي عرفتي شنو هو الواعر عبد الرحيم منياري هو اي حاجه كيعاونها كيعاودها لك بايجابيه كبيره شهاني نبات في الزنقه انا فدوته هي قالت عاودي لنا فدوه. واحد المره كنت راجعه ما عرفتش واش فيستيفال مراكش ولا شي حاجه وكنت راجعه انا ورفيق بوبكر واحد السيده سكريبت وخسرت لي الطوموبيل تقطع لومبرياج وكاينه الشتا كتصب بزاف كاين فين نعسنا في الطوموبيل تصبح كنت في الطوموبيل وهذيك راه ماشي برا في الزنقه هذيك في الطوموبيل لا ولكن البرد والشتا لا البرد والشتا هي بين وبين ديالي هي بين وبين. السؤال اللي بغي نسولكم دابا بغيكم غير تجاوبوني بصراحه وحتى واحد ما يوضح لي علاش وكيفاش واش فايت طرا لكم شي مشكل مع الكرموس الهندي؟ سليم سعيد اقول لك انا صحراوي الا ما طراش لي راه ماشي ماشي صحراوي سليم انا وقع لي المشكل سعيد اهلا ما بغيتش توضيح بدون توضيح بدون توضيح تبارك الله عليكم وصلنا للنهايه ديال هذه الفقره هذه صراحه شكرا اولا على الصراحه ديالكم تبارك الله عليكم. مشاهدينا بقى لعبه غادي نلعبوها واكيد كتعجبكم كاملين لانني كنتلقى بزاف ديال الميساج باش نعاودو نديرو هاد اللعبه هادي غادي نشوفوها بعد الفاصل. مشاهدينا وصلنا لاخر لعبه كيف ما كتلاحظوا الكرسي الموسيقي وكيف ما كتلاحظوا كذلك عندي ثلاثه ديال الميداليات اللي هما غادي يكونوا من نصيب الفريق اللي غادي يفوز في هذه الحلقه هذه. الكرسي الموسيقي كيف ما كتشاهدوا عندنا خمسه ديال الكراسه سته ديال المشاركين بمجرد ما نطلقوا الموسيقى كيخصكم تدوروا وتحيحوا وتنشطوا معنا مجرد ما تحبس الموسيقى كل واحد غيشد الكرسي وحنا غاديين وحنا كنقصيو حتى غنشوفوا شكون هو اللي غادي يفوز بهذا التحدي هذا. يلا ثلاثه جوج واحد ميوزيك. ايوا ما تدفعيش ما تدفعيش حرك 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 خالد بناني خالد بناني كنت قصار عرفت خالد وقلت لك انا خافي مني خالد غادي نقولوا ليه باي باي غادي نوصلوا ثلاثة جوج واحد ميوزيك. يلا سعيدة يلا يلا دور 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 غادي نمشي دور هاي
حنان امجد من الفريق الثاني كتقصى وغادي نقصوا كرسي كذلك. الله يا ربي يلا عندنا ثلاثة ديال الكراسة، أربعة ديال المشاركين، جوج من كل فريق. غادي نشوفوا شكون اللي غيفوز مازال وشكون اللي غيتقصى في هذه المرحلة هذه. ثلاثة جوج واحد ميوزيك. دور 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 لا دور 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 خصكم تسطحوا كذلك. وسير وتحركوا وسير. لا لا كتوقف كتغش كتغش. يلا سعيدة 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 سارة رجع كاميرا رجع كاميرا سعيدة لا صافي لا 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 سعيدة شرف سعيدة شرف قلت لكم حيدوا من لوك سعيدة شرف. المهم هو المشاركة المهم المشاركة سعيدة شرف غادي نقولوها كاملين. لا 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 باي باي. يلا ثلاثة جوج واحد ميوزيك. خصكم تسطحوا سطح أنا كنسطح خصها تقصى كثر من يالك. اوكي قدوة مت على خاطري مزيانة دابا لا المنياري المنياري واعر غشيت دابا المنياري عنده خطة كيديرها علي المنياري علي سليم سالم 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 عنصر من كل فريق. سليم من الفريق الثاني، عبد الرحيم المنياري من الفريق الاول. ثلاثة جوج واحد ميوزيك. زربة 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 ولكن دور دور ايوا زرب 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 سليم خدي معاه زرب ايوه كيلو بدا دور الكرسي معاك دور الكرسي معاك المنياري تحرك المنياري بصح رجعي المنياري بالله هكا لا لا هشام 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 لا بلاش ايه 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 برافو لالا برافو عليكم وسالي بارك عليك في العياقه واجعتي بارك عليك وغركب عليا واش هادي وصلنا النهايه ديال الحلقه ديالنا. الفريق اللي فاز هو الفريق ديال خالد بناني سعيده شرف وعبد الرحيم المنياري فازوا بالميداليات ديال كنتيكي وليتي. بغيت نشكر كذلك حنان امجد فدوى طالب وسليم بناني على الحضور ديالهم وعلى الروح الايجابيه اللي عطاونا. دوزنا معكم وقيته زوينه وغادي نتلاقاو الاسبوع المقبل بحلقه واحده اخرى وتحديات والعاب واحدين اخرين ونجوم واحدين اخرين. السلام عليكم.